أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلائق الشفاعة الكبرى، وبعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة يعود مرة أخرى إلى أرض المحشر، ثم يبدأ نزول الله عز وجل أو مجيء الله عز وجل إلى أرض المحشر في محكمة إلهية ليس فيها ظلم لأحد، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم. وجاء ربك والملك صفا صفا، دي صفة من صفات ربنا. يعني احنا بنقول ايه؟ ثم استوى. الله عز وجل ليه صفة الاستواء وليه صفة النزول، كذلك من صفات الله عز وجل المجيء كما وصف نفسه. قال: وجاء ربك، لكن كيف يكون هذا المجيء؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، لكنه يجيء الله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا. الآية الثانية تقول لك إيه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن يأتي الله عز وجل إلى أرض المحشر ويجيء وينزل نزولا يليق بجلاله وبكماله، ولا يعرف كيفية هذا المجيء إلا الله سبحانه وتعالى. اوعى تتخيل إزاي يجي، كل ما هو يدور في بالك الله بخلاف ذلك. ما تتخيلش، ما تقولش نزل ازاي وقعد ازاي وحكم ازاي، كل ما يدور في بالك فالله غير ذلك. وجاء ربك، يقول لك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني في ظلل من الغمام، مش إن ربنا يجي في الغمام، الغمام اللي هو السحاب. الله عز وجل لا يحيط شيء، لكنه يسبق نزول ومجيء الله عز وجل ظلل من الغمام، وتتنزل الملائكة. يقول لك صفا صفا، تعرف الملائكة عددها قد ايه؟ لا يعلم عددها إلا الله. ده تروح نازلة ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل الملائكة تحيط بالبشر في أرض المحشر، ووقفت صفا صفا، محدش يقدر يخرج من أرض المحشر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ما فيش مفر. وبعد نزول الملائكة وتقف صفا صفا، تنزل ملائكة حملة العرش، لأن الله عز وجل ورد أنه سيأتي بعرشه إلى أرض المحشر ويستقر حيث أراد الله عز وجل. حتى ملائكة العرش هتنزل في المشهد ده. ملائكة العرش عددهم قد إيه؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. بس ملائكة العرش حجمها يتناسب مع العرش. تعرف العرش ده ايه؟ انا قلت لك قبل كده اعظم مخلوقات الله عز وجل على الاطلاق، اللي قبله مباشرة الكرسي. في فرق ما بين الكرسي وما بين العرش. الكرسي هو موضع قدم الرب، اسمه كرسي. أما موضع استواء الرب هو العرش، اسمه سرير العرش، اللي ربنا سبحانه وتعالى استوى عليه، استوى عليه بكيفية لا يعلمها إلا الله. أنا عايز بس عشان أوصل لك الصورة، المشهد ما يبقى قد إيه، كل ده اللي أنا عايز أوصله لك، إن ورد في الأدلة في السنة ما السماوات والأرض بالنسبة لكرسي العرش إلا كحلقة في فلاه. حلقة في فلاه، لو انت ماشي كده رايح مسافر ورحت قالع الخاتم بتاعك ورميه في الصحراء، حجمه قد ايه بالنسبة للصحراء؟ تعرف توصله تاني؟ اهو هكذا السماوات والسبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه. تتمة حديث عند أبي شيبة بسنة صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه. متخيل حجم العرش وقد ايه؟ ما نعرفش نتخيله حتى، لكن انا عايز اقول لك قد ايه هو مهيب. طيب لما يكون العرش بالحجم ده وهو اعلى واعظم مخلوقات الله على الاطلاق، اللي حاملينه يبقى شكلهم ايه؟ ما تقدرش، ملائكة كبار عظام. ده في ورد
عند أبي داود بسند صحيح صححه بعض كثير من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن أحد ملائكة حملة العرش، يعني وصف تقريبي. يقول لك إيه عشان نستوعب، يقول لك ما بين شحمة أذني إلى عاتقي، الحتة دي شوف الحتة دي كده بالنسبة للإنسان في رقبته كده قد إيه بالنسبة لجسم الإنسان، حتة صغيرة. يقول لك ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 سنة، ده دي جزئية صغيرة جدا من الملك، مسيرة 700 سنة. الملك ده يبقى قد إيه؟ لا يتخيله عقل، لكنها ملائكة عظام حملت العرش، وحملت العرش دائما في تسبيح لله عز وجل، يقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء ربك والملك صفا صفا، لما الملائكة تقف تحيط بالبشر ما فيش صوت أبدا، لا تسمع إلا همسة، مفيش أي صوت، محدش يقدر يتكلم في أرض المحشر، لا من البشر ولا من الجن ولا حتى من الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل، محدش يتكلم إلا إيه؟ بإذن من الله عز وجل. حينما يجيء الله عز وجل الأرض تنور، بس المرة دي مش هتنور بنور الشمس، احنا دلوقتي أرضنا منورة بالإيه؟ بالشمس وبالقمر أو بالأحرى بالشمس يعني، لكن الأرض تضيء في هذا الوقت بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. تبدأ المحكمة الإلهية اللي كلنا لابد أن نعرض فيها على الله، ليس فيها استثناء، ليس فيها استثناء، حتى الأنبياء الكل معروض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما ينفعش تستخبى، تقول أنا أقف ورا واحد من اللي واقفين دول استخبى، ينفع تستخبى في الموقف ده؟ الكل مكشوف أمام الله، والكل مسؤول أمام الله، والكل سيكلمه الله، والكل سيحاسبه الله، ليس بينه وبينك ترجمان، تتكلم عربي إنجليزي فرنساوي أي لغة، كله معروض ومسؤول أمام الله عز وجل. مين أول واحد ربنا يسأله؟ أول واحد في المحكمة الإلهية هيسأل أو هيكلمه الله عز وجل هيكون سيدنا آدم. عند البخاري ومسلم الله عز وجل ينادي في هذا الموقف، يقول يا آدم، حديث ينفطر منه القلب، يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، قال أخرج بعث النار. بعث النار يعني الناس اللي هتروح فين؟ قال أخرج من ذريتك بعث النار، خرج بقى من ذريتك اللي يروحوا النار. سيدنا آدم قال يا رسول الله وما بعث النار، يعني مين اللي دول وكم بعث النار، مرة وما ومرة وكم، كم واحد أخرجه؟ الله عز وجل يقول له من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا الله، ده موقف مخيف، من كل 1000 من بني آدم 999 في النار وواحد في الجنة. الصحابة لما سمعوا الحديث خافوا، احنا ما خفناش عشان عارفين الإجابة يعني، خافوا، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الرجل، مين مننا اللي يطلع الواحد من 1000؟ فقال النبي، شوف البشارة الجميلة بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا، من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عملوا إيه؟ قالوا الله أكبر، فرحوا الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بطولها وعرضها والخلائق الكتير اللي هتدخلها من أيام آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ربع الجنة يكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. صحابة كبروا، بشرة جميلة، الواحد هيكون مننا وربعنا من الجنة.
فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الله أكبر، كبر الصحابة. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. يعني نص الجنة لمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لينا احنا يا رب، ارزقنا الجنة يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ ما أنتم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمم إلا كالشعر البيضاء في الثور الأسود. إحنا عدد أمتنا، إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لباقي الأمم والبشر كلها كشعرة في ثور. شوف لو عندك حفظكم الله بقرة وفي شعرة، طلعت شعرة قيمتها قد إيه بالنسبة لشعر البقرة؟ لا تعد، ما تذكرش. أهي أمتنا إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة مفضلة على الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وتستمر المحاكمة الإلهية بعد ذلك حتى بسؤال الأنبياء. يسأل الأنبياء الله عز وجل: هل بلغتم؟ وأول ما يسأل يسأل مين؟ سيدنا نوح. يا نوح يقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك. هل بلغت قومك؟ أنت شاهد عليهم. يقول: بلغتهم يا رب. فيسأل الله عز وجل قومه: هل بلغكم؟ قالوا: ما أتانا من بشير ولا نذير. يا نهار أبيض، ده سيدنا نوح قعد كم سنة يدعيهم؟ ده 950 سنة الرسالة بتاعته، ومع ذلك جحدوا كل ده. قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقال الله عز وجل وهو أعلم بالجواب: ومن يشهد لك يا نوح؟ مين بقى اللي يشهد لك؟ قال: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء. يبقى أمتنا. وذلك الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وتبدأ المحكمة الإلهية لكل إنسان ولكل بشر أمام الله عز وجل، ثم ينتقل أو ننتقل إن شاء الله عز وجل لنا وقدر لنا اللقاء والبقاء حول مشهد جديد، وهو تطاير الصحف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.